افتتحت اشغال المؤتمر الوطني السابع بتجديد الثقه في السي عزه خنوش يعني تقريبا بالاجماع الا صوت واحد كنحترموا الصوت اللي هذا الاخوات والاخوان المناضلين في التجمع الوطني الاحرار حصل عندهم واحد وعي كبير جدا ان الحزب تصدر انتخابات عنده مسؤوليه تدبير الشان العام بالتالي المجهود والوقت وكله خصو يستثمر في تدبير الشأن العام وفي البحث عن الحلول لتنفيذ الالتزامات التي التزمنا بها مع الساكنة خلال الحملة الانتخابية. فلا مجال للصراع، لا مجال لضياع الوقت، لا مجال للتنافس. هذا الوعي هذا اللي حصل أنه تم ترجمته بعدم تقديم أي ترشيح ضد فريق اللي استطاع انه يحقق واحد الانجازات ديال النجاح خلال هذه الفتره، وبالتالي المستقبل هو كيفاش نترجموا هذه الوعود الى التزامات الى حلول. التجمع الوطني الاحرار عبر عن تعبئته، عبر عن جاهزيته، عبر ايضا عن حضوره القوي الى جانب المواطنين من مختلف المواقع التي يشغلها سواء على المستوى المحلي او الاقليمي او الجهوي او الوطني او على مستوى المؤسسات الدستوريه كالبرلمان. تعبئة كبيرة جدا وانطلاق نحو المستقبل بكل ثقة بكل مسؤولية مع استحضار رصين ومسؤول للإكراهات المطروحة، لكن طبعا بأفق تنموي حيث انتقل الحزب بعد أن ربح رهان مسار الثقة إلى أفق جديد هو مسار التنمية الذي سيكون مسارا إن شاء الله من أجل خدمة المواطنين.